بهذا الخبر الدولي، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية والحليفة لها التي أرسلت إلى كازاخستان ستغادر فور انتهاء مهمتها، مشددا على عدم سماح موسكو باندلاع ما وصفها بالثورات الملونة. وكانت قوات الأمن في كازاخستان قد أعلنت أنها قتلت عشرات المتظاهرين في مدينة ألماتي الرئيسية لقمع أعمال شغب حاشدة. ومنذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها كازاخستان مؤخرا، تعرضت مباني عامة في أنحاء الدولة الواقعة في آسيا الوسطى الأسبوع الماضي إلى الاحتراق والدمار، مما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى إصدار أوامر إطلاق نار بهدف القتل لإنهاء الاضطرابات التي ألقي باللوم فيها على من يسميهم قطاع الطرق والإرهابيين. وبناء على دعوة من توكاييف، أرسلت وتم إرسال منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا قوات لاستعادة النظام في البلاد. وهو تدخل يأتي في وقت يشهد توترا شديدا في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قبل محادثات جديدة بشأن أزمة أوكرانيا. دكتور محمود، حضرتك يعني يريد توصف لنا مشهد في كازاخستان وعلاقة روسيا بما يحدث. الخبر ده حضرتك هو أهم خبر في العالم. حضرتك احنا بنتكلم على أهم خبر على مستوى العالم في هذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها. طيب، أهمية الخبر ده، أولا كازاخستان عشان برضو المشاهد الكريم يعرف، كازاخستان دولة مترامية الأطراف يبلغ مساحتها 2,725,000 كيلومتر، يعني مرتين ونص قد مصر. بيعيش في هذه الدولة عدد سكانها لا يتخطى 19 مليون، يعني هو 18 مليون وجزء بسيط. هذه الدولة 70% من سكانها من المسلمين. هذه الدولة تتكون من فصيلين أساسيين، الكازاك وهم السكان المنطقة الأصليين، وهذا هو مجتمع قبلي في منطقة وسط آسيا، وبيبلغ تقريبا هم 60% من عدد السكان. ثم هناك قوميات إسلامية أخرى اللي بتكمل 70% زي الإيغور وزي الترك وزي التتار، دي كلها يعني بعض الجاليات القبلية اللي عايشة في هذا المكان. ثم الجانب بقى ايه، الجانب الروسي، يعني ولايات شمال، هم 16 محافظة بالمناسبة. العاصمة دلوقتي بقى اسمها نور سلطان، لكن هي كان قبل كده ما كانش اسمها نور سلطان. المقاطة دي هي العاصمة القديمة، العاصمة الجديدة بقت نور سلطان. في ثلاث محافظات في الشمال، الثلاث محافظات اللي في الشمال او ثلاث اقاليم الشمال بيقطنها سكان من اصول روسية في فترة الاتحاد السوفيتي. طب الصراع بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على دولة عظيمة جدا، دولة اكبر مخزون عالمي على او ثاني اكبر مخزون في اليورانيوم، دولة نفطية، دولة فيها الغاز، فيها كل المعادن المهمة، مهمة جدا، على دولة زراعية بصورة خطيرة جدا، يعني تبقى سلة غذاء للعالم كله. ولكن طبيعة الصراع هنا هو طبيعة صراع جيوستراتيجي وجيوسياسي. جيوستراتيجي ما بين روسيا والولايات المتحدة، ان الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو طالب ان هو يتقدم بضم جمهوريات الاتحاد السوفيتي القديمة الى حلف الناتو في اطار حصار روسيا. وهقول لحضرتك برضو بسرعة ليه. جيوسياسي بقى فيما يتعلق بالدولة الروسية، وان هي كونت الحلف الجماعي من ست دول لروسيا بالاضافة لخمس جمهوريات من الاتحاد السوفيتي علشان تبقى منظمة الامن الجماعي، تبقى حد فاصل او بيسموه الناتو الصغير امام الناتو الكبير. الناتو الكبير قدر يتغول وبيتكلم في ضم اوكرانيا، ودي من اسباب الازمات. خلينا نتكلم بسرعة ان كازاخستان كانت اخر دولة انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، يمكن هي انفصلت بعد روسيا نفسها. ولكن الرئيس الروسي السابق بوريس يلسن اتكلم على اربع اقاليم لابد من استعادتها مرة اخرى للجانب الروسي. اتكلم على القرم، واتكلم على جزء من اوكرانيا، واتكلم على جزء من جورجيا. هو خد الثلاثة الاولانيين واتكلم على الجزء الشمالي من كازاخستان، ولكن هو حتى الان لم يتم الاشارة اليه بصورة رسمية من الجانب الروسي. الجانب الامريكي والجانب الغربي هناك تقدير على ان ما حدث بصورة مفاجأة في كازاخستان هو في اطار الصراع على اوكرانيا،
علشان يبقى القعده قعده المفاوضات يبقى فيها شد وجذب. ولكن الجانب الروسي حسم الموضوع. واحب بس اقول بسرعه ان قائد القوات اللي موجودة لإنقاذ كازاخستان من السقوط هو قائد القوات الخاصة الروسية، وهذا الرجل له شأن كبير جدا في الدولة الروسية من القيادات القوية، وده مؤشر لجانب حلف الناتو. المحادثات اللي بتتم النهاردة ومبارح هي في منتهى الخطورة وفي منتهى القوة، وهي أهم محادثات أمنية ما بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. هذه المحادثات هيتوقف عليها إما أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو باعتراف أمريكي، أو يتم ضمها إلى حلف الناتو، وبالتالي ستكون هذه مدعاة لاجتياح روسيا لأوكرانيا ويعني استقلال إقليم دونباسك، إن لم يكن أيضا إعادة انتشار القوات الروسية في منطقة وسط آسيا. ودي أزمة عالمية كبيرة جدا هنتابعها بكل تفصيل طبعا. والاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية المؤقتة في عصر بايدن اتكلمت على أن الصين هي المنافس الشامل، واتكلمت على أن روسيا هي مصدر من مصادر الخلل الأمني أو عدم التوافق أمنيا. فالتعامل الأمريكي مع الأزمة مع روسيا تعامل أمني بالدرجة الأولى، ثم يأتي التعامل السياسي. يعني بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود محيي الدين الباحث في شؤون الأمن الإقليمي على هذا الشرح الوافي والقراءة التحليلية الأكيد ممتعة ومختلفة. شكرا جزيلا فندم. شكرا جدا. بشكر حضراتكم مشاهدينا على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا، ولكن بعد هذا